أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من الأراضي المقدسة، من كفر نحوم وطن المسيح الثاني. أنا موجود في المجمع القديم، هذا المجمع من القرن الخامس، حجارته بيضاء، جابوها من الشمال، لكن بالطبع مبني على المجمع الأصلي اللي هو من أيام المسيح، ما زال الأساس موجود، لأنه كل المنطقة منطقة بركانية، حجارتها حجارة بازلتية، وقريب في هذا المكان بيت بطرس وين المسيح شفى حمات بطرس. وطبعا كل الأبنية في هذه المنطقة بتعبر أنه كان في حضارة قديمة في هذا المكان. ابقوا معي، رح أتكلم عن موضوع أين هو كنزك، سأعود بعد هذا الفاصل. أهلاً أعزائي المشاهدين، حديثنا في هذه الحلقة من تعليم المسيح في عظته الشهيرة على الجبل، أين هو كنزك؟ قال يسوع: لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزاً في السماء. بيستمر قائلاً: لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضاً. هذه آيات طبعاً كتير كتير مهمة، في جدية هامة جداً. بالواقع يعني حتى المنطقة كفر نحوم وكلها منشوف إنه ما فيش شيء بيبقى، كل شيء بينتهي، كل شيء الإنسان بيتعلق فيه وبحاول يستثمره في هذه الحياة والأرض رح يبقى في الأرض. طبعا إحنا أو الكتاب ما هوش ضد المال أو ضد الغنى، بل بالعكس أعطانا كل شيء بغنى للتمتع. الله مش بعلمنا حياة التنسك وحياة إنك تعيش بذل وعبودية، لا بالعكس، الله بعلمنا إنه نتمتع بخيراته ونتمتع ببركاته، لكن بعلمنا شو دافع قلبك، هل لشيء أرضي ولا لشيء سماوي. الغنى مش غلط، لأنه في شخصيات في الكتاب كتير اللي كانوا أغنياء، واحد منهم إبراهيم كان يمتلك يعني أمور كثيرة من أغنام وأبقار وإلى آخره، ممتلكات كثيرة، لكن وصفه الكتاب أنه كان غريب في الأرض وأنه يسكن في الخيام. بنقرأ عن أيوب كمان، أيوب كان غني جدا، لما خسر كل شيء قال: الرب أعطى والرب أخذ، يعني ما كانش متعلق في الأشياء، ما كانش متعلق في الممتلكات. في سفر التثنية يقول موسى بوحي من الروح القدس عن الله: يعطيك القوة لاصطناع الثروة. فالله اللي بيعطي الحكمة، الله اللي بيعطي الزكاة، الله اللي بيعطي القوة والإمكانية، والله فعلا اللي بيسهل الأمور أمامك حتى تصطنع الثروة. لكن شو الغرض من هذه الثروة وكيف بتستثمر فيها؟ هذا هو السؤال الأهم. طبعا الرب بدين اكتناز الأمور عندما نضعها في المقام الأول في حياتنا. فالمشكلة ليست في المال أحبائي، المشكلة في محبة المال. كان الفريسيون مكتوب عنهم محبين المال، وطبعا يستغلون الدين في ربح المال. والمشكلة القديمة، المشكلة حديثة لحد اليوم، في كتير ما نسميهم تجار دين، عم بيستغلوا، عم بيستخدموا باسم الدين حتى يستعبدوا الناس. الكتاب هون بيتكلم: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، بل اكنز في السماء. وبعدين بيختم بيقول: حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك. فإذا في نوعين من الناس اللي بتستثمر، في ناس بتستثمر في بنك الأرض، وفي ناس بتستثمر في بنك السماء. استثمار أهل الأرض طبعا مثل ما قال يسوع:
الجسد هو جسد، الروح هو روح. فإذن الجسديين الأرضيين كل تفكيرهم أرضي، وكأنه الإنسان رح يعيش للأبد على الأرض، مع أنه بيعرف عن الحقائق الإلهية، لكن في قوة دافعة في داخله كأنه رح يعيش للأبد، مش عم بفكر في الأمور الأبدية، عم بيكنز كنوز على الأرض. ليه عم بيكنز؟ لتأمين الحاضر وتأمين المستقبل، وكأنه الأمر انتهى عند هذا الأمر. هذه الكنوز بيحكي عنها الكتاب كنوز بائدة، كنوز تبلى وتفنى أيضا. شو كانت ثروة القدماء؟ ثروة القدماء أحبائي كان من الحبوب، كل أنواع الحبوب بخزنها، حتى هذه الحبوب بيتكلم أنه ممكن السوس يجي يأكلها. وأيضا المعادن، المعادن بتصدي يعني ملهاش عمر طويل، وإذا كان ذهب أو نفائس ممكن المحتمل أنه حتى اللصوص يجوا يسرقوها. فإذا يعني أين هو كنزك؟ وأنا بصلي أنه تبتدي تفكر لما برجع بعد هذا الفاصل. When Jesus talks about where your treasure is, there your heart is, he is bringing us into just a part of life that is so universal. We all worry about how to pay the bills. We all worry about the tax man. We worry about our children's education and putting food on the table. And Jesus says that in life, these are real concerns, but we can trust God to help us with them if we can get our priorities straight. Because some people will pursue wealth and power and status, and they will miss what is really the important treasure, the relationship with God. But God promises that if we will seek Him, He will help provide all of those things that we need. It's a shift in perspective. And He gives us those beautiful images of the birds of the air, who have plenty to eat and are so beautiful, and the flowers of the field, who are arrayed in the most glorious colors. And he says, God is mindful of them. So you can trust that he is mindful of you. And so where your heart is, your treasure is, that is where your heart is. Is your treasure in heaven? Is it knowing God? If we will trust him for that, maybe our life will be simpler, but God will be faithful to help supply all of those things that we need. أين هو كنزك؟ تعرفوا الرب يسوع تكلم عن مثل، عن واحد مكتوب إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل؟ أهدم مخازني وأبني أعظم. وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، كلي افرحي اشربي. وابتدى يناجي نفسه وعم يعني بيبني مستقبل، بيرسم مخطط كبير كيف رح يكون مستقبله، لكن ما أدركش أنه في صوت إلهي. هذا الصوت قال له يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه الذي أعددتها لمن تكون؟ هكذا كل من يكنز لنفسه وليس لله. هذا المثل طبعا بيعلمنا فعلا أنه وين يعني قلبك، وين حياتك، وين تعلقك، هذا الشيء الأهم. هذا الغني الغبي تصرف طبعا مثل أهل العالم، الذي يحب العالم، ملذات العالم وشهوات العالم. كان عنده قصر نظر، ما كانش عنده البعد النظر، كان تفكيره فقط لكم سنة للأمام. فإذا فكر في حياته، لم يفكر في مماته، فكر في مستقبله لكن نسي أنه المستقبل كمان بينتهي عند موته. فكر في حياته ولم يفكر في أبديته، أنه الموت هو بس البوابة اللي فعلا الإنسان بينتقل للعالم الآخر. أين سيكون مصيرك
وأين ستكون أبديتك؟ بعدين فكر في جسده، يعني كل الملذات اللي عم بفكر فيها هي إشباع الجسد مش النفس. النفس تحتاج إلى كلمة الله، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فإذا استثمار المؤمنين غير عن استثمار أهل الأرض، هو استثمار الحكمة. وين بيستثمر؟ في بنك السماء. المكان هو في السماء، اكنزوا لكم كنوز في السماء، يعني ما عنده أي تعلق في هذا الأرض، بيعتبر أنه غريب عن هذه الأرض، فيتعلق قلبه بالسماء. اكنز لك كنوز في السماء، في السماء نجد المكافأة، ويكون الكنز في السماء. الكتاب بيعلمنا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. محبة العالم، محبة المال، هي عداوة لله بالواقع. بتعرفوا بطرس اللي كان في كفر نحوم، ولما سمع المسيح بيتكلم عن خبز الحياة وكتير ناس تركته في نفس هذه البلدة في كفر نحوم، قال بطرس: يا رب، ها تركنا كل شيء وتبعناك. فالرب يسوع قال: الحق أقول لك، يعني كل من ترك أب أم أخ أخت حقول بقول ممتلكات، حطها كلها تحت هذا الإطار، له 100 ضعف في هذه الحياة، مرات مع اضطهادات، ولكن الأهم الحياة الأبدية. بتعرف حبائي، كان قلب بطرس متعلق في السماء، يعني بذكرني في الآية التي تقول: جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. أحبائي، كنز الأرض راح تكون في الأرض. كنز الأرض أحبائي له مواصفات: عدم الأمان وعدم الضمان. الكنز السماوي له أمان وله ضمان. هون طبعا بيتكلم ضد الطمع، يعني أي أولوية أمام المسيح تصبح وثن، تصبح عبادة غير عبادة الرب. لا تكنزوا، هذا أمر ونهي، يمكن جاء بصيغة السلبية، لكن بيتكلم عن كنوز ضايعة، كنوز فانية. وكم من التجميع، ناس جمعت وجمعت ويمكن ابنها بيصرف كل شيء اللي جمعه. الكنز الأرضي وقتي وزائل، فأي كنز أنت عندك اكنزه. هنا بيجي بالإجابة، تحريض إيجابي: أين قلبك؟ أين تعلقك؟ يعني إن كنزنا هو يسوع المسيح. قال مثل ما قال بعتقد في سفر أيوب، أعتقد أن ألفاز التيماني قال هذا التعبير، تعبير لأيوب: يكون القدير تبرك، نصيبي هو الرب. فأنا بصلي اليوم فعلا اتفكر بجدية أنه كل هالعمر اللي الإنسان بيشقى وبيتعب، هو وين كنزك؟ اشتغل، اعمل. وفعلا الله بده أنه المؤمنين وأولاده يكونوا ناجحين، وعندنا إمكانيات هائلة، بس خلينا نسعد الأرض بهذه الإمكانيات. الرب يباركك. أحبائي، في الختام نفس سؤال المسيح: أين هو كنزك؟ حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك. أنت متعلق بإيش؟ تعرف أحبائي، الحياة والعمر قصير جدا، يعني لو عشت 100-120 سنة أنت بتكون محظوظ وبتكون مبارك. لكن تصور أنت الناس بتستثمر في مساحة هالقدي وبتنسى المليارات الأميال اللي هي الأبدية. تعرفوا مكتوب: حياة الإنسان بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. هاي حياتنا بخار، ظل عابر،
بعدين الكتاب بيقول ماذا يجزي النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه. استثمر في بنك السماء. والخطوة الأولى إنه فعلاً أنت وين تعلقك؟ يمكن أنت بتمارس أعمال الصالحة والتدين وبتروح على الاجتماعات وعندك المعرفة الكتابية، لكن خد خطوة أعمق إنه الآن تعترف وتتوب عن خطاياك، أدعو المسيح توجه مخلصاً ورباً على حياتك. ساعتها كل غالي بيرخص أمام المسيح، لأنه المسيح هو كنزك.